اعلى، لا لا المدخنه لا اعلى في لا الاصابه؟ لا لا لا. خلي بس بالك ده معلش، بس ده لازم اتوقف يعني عند هنا. معلومه كده سريعه بيتم يعني لا، كده التدخين طبعا، تداولها. التدخين هو ما السبب نختلفش. الرئيسي للسرطان في العالم. السمنة هي السبب الرئيسي التاني للسرطان في العالم. ما اختلفناش طبعا. وبالتالي احنا حضرتك قلتي في المقدمة حاجة مهمة للغاية، هو احنا ممكن نخلص من الكلام ده كله وبلاها أورام أصلا؟ ممكن نقلل 40% من الأورام بجد. ده مش أنا اللي بقول، ده منظمة الصحة العالمية اللي بتقول. عندنا أسباب واضحة للسرطان: تدخين، سمنة، فيروسات. هل في فيروسات بتعمل سرطان؟ طبعا، فيروس سي بيعمل سرطان، فيروس بي بيعمل سرطان، فيروس حليمي بتاع عنق الرحم بيعمل سرطان. وبالتالي لو قدرتي تسيطري على دول عن طريق التوعية، وعن طريق ان احنا نعمل حملات تقلل، وعن طريق، والكلام مهم جدا، الناس ما تخافش. يعني انا لما اخلي التدخين الناس يقل بتخاف تقول اسمه اصلا. بالظبط. ما هو خلي بالك برضو من الحاجات الكويسة قوي، الاويرنس كامبين او حملات التوعية دي، اما بنجيب ممثل معروف او ممثله الناس بتحبها او مغني رائع ويقول خلي بالكوا واكشفوا واعملوا، الناس بتسمع الكلام. لكن اما انا، او طبعا دكتور ياسر هيسمعوا كلامه برضه، بس انا لو انا قلت هتلاقي الناس ما بتسمعش. ليه؟ ما دكتور اورام بقى يعني وبتاع. طبعا بتدوروا على حد ليه بالظبط. قطاع عريض من الجماهير، وعايز كمان لو ليه اثر. رجعتيلي، انا محتاج كمان من عايز اعلام ما يجرحش. بمعنى السرطان دايما بيتناول في الاعلام، يعني دايما بقولها في كل برنامج بطلع فيه الحقيقه، فما بزهقش، ان فلان الفلاني توفى بقى، يعني ممكن يكون عنده فشل كلوي، ما بيقولوش السبب الوفاة يعني بيذكر في الخبر لازم، بعد صراع مرير مع مرض السرطان، مش عارف ليه. وبعد كده ممكن يبقى عيان عنده سرطان وخف ويقرا الخبر ده، يقول لك يبقى انا هيجي لي المرير ده هيقرب مني. بس هو صراع يا دكتور ياسر، يعني اللي شافه مع اي شخص من عيلته او ما هو بصي، من شوف اقول لك، ما قرايبه، في، هو شافه طيب فعلا بيتحدى الم، وبنبقى واقفين مش عارفين نعمل ايه، هي كل الامراض ما كده، حدش عارف يقدم مساعده. كل الامراض كده. ما هو صراع مريض لا مع لا لا، الكبد، بس طبعا صراع اكيد مريض الام مع الكبد، مختلفه. وصراع مريض مع طيب القلب. انا عشان بس كنا بنتكلم على الدايره الواسعه اللي حضرتك ذكرتها، الدايره. فردته عليا من ناحيه المريض. ايوه، اكيد المفروض يبقى في والطبيب، وقايه ووعي وكل حاجه، انا بتكلم على الطبيب بقى، للطبيب التشخيص بالظبط. والمشكله ان الرئيسيه انا دي محتاج لخط، نخلص منها ازاي؟ ما الاطباء، انا بتكلم على سن، انا وصلت كمان سنا لاخر حاجه، ما فيش حد كده يعني كسن. فبالتالي في اجيال، الجيل اللي بيستلم العيان طبيب الاسره او الطبيب الممارس العام، وده تخصص مهم جدا على فكره في العالم كله اللي عندنا احنا للاسف، يعني مش واخد وضعه، بمعنى وضعه او العلم اللي هو يبقى عنده. يعني الممارس العام او طبيب الاسره لو موجود فعلا في تخصص طبيب الاسره، لازم يبقى عنده وعي كامل بالاعراض والعوامل المنذره للسرطان. وكفايانا بقى كل واحد يكح دم يبقى ضرر، وكفايانا كل واحد يجي له دم في البراز يبقى بواسير. يعني علينا ان احنا نحترم العرض، ده اللي اقصده، نحترم العرض. المريض بيكسل، الست اللي في الارياف لا ولقت كلكوعه مثلا، هتروح بقى فين دي؟ وبعد كده بيخافوا